بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر منظمة انتربول متمثلة في مشروع ستاديا. طبعا الهدف من الاستماع بناء قاعدة خبرات وأفضل ممارسات في الأمن الرياضي. تم عقد ورش عمل سابقة في الأمن والسلامة كانت في دولة قطر، عندنا في الأمن الإلكتروني كان في سنغافورة، التشريعات الرياضية كانت في ليون. طبعا مشروع ستاديا يتضمن أول قاعدة معارف متخصصة بالأمن الرياضي، تحتوي على خبرات ونجاحات سنين عديدة أجهزة إنفاذ القانون، كما تمثل إرث دائم لمنظمة الانتربول استفاد منه في تطوير الكوادر المختصة بتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. طبعا هالاجتماع فرصة كبيرة لخبرات التشريع في المجال الرياضي لتبادل المعرفة ووضع استراتيجيات شاملة من شأنها أن تخدم تطلعات الدول المنظمة للمحافل والفعاليات الرياضية الكبرى. مما لا شك فيه أن دولة قطر تعمل الآن على تطوير وتحديث التشريعات بما يتلائم مع متطلبات الفيفا. طبعا نتطلع لعقد ورش عمل مستقبلية حيث سيتم وضع برنامج يغطي كافة الأهداف المنشودة من هذا المشروع.